كفنان أكيد هذه السنوات هذه استحسننا بقانون جديد للفنان والذي نراه الآن يتطور أكثر بالفنانين، قانون السينما السينماتوغرافية، نود من خلاله بناء أكثر والتفكير أكثر في الصناعة السينمائية والصناعة الفنية، بناء قاعات مسرح أكثر، قاعات سينما، دراسة الفنون في الدور الابتدائي، إعطاء للفنان مكانته الحقيقية لأنه واجهة الفعلية لكل الأوطان.